السلام عليكم متتبعي قناة شيف مريم. اليوم ان شاء الله غادي نحط فيديو جديد على طريقة تحضير كيكة سهلة واقتصادية. غادي نحتاج البيضة، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، جوج ديال الفاني، جوج كيسان ونص ديال الطحين، وغادي نحتاج لجوج خمارات. غادي نبدا على بركة الله. غادي ناخذ الإناء، غادي نضرب فيه شوية هاد البيضة. بعد ما طربت البيضه واحد شويه غادي نضيف عليها كاس سنيده وغادي نخلط. لما تخلطات سنيده مزيان مع البيض غادي نضيف جوج ساشيات ديال الفاني وغادي نضيف كاس ديال الزيت. بعد ما تخلط الخليط مزيان دابا غادي نضيف كاس ديال الحليب. ما تخلط الخليط مزيان دابا ضفت الخميره غادي نضيف الطحين بشويه بشويه. بالنسبه اللي ما عندوش الباتور ممكن يخدم الخلاط اليدوي. بعد ما خلطت الخليط كله درتو في المول اللي دهنته من قبل بالزيت والطحين، دابا غندير فوق منه شويه ديال لي بيبي ديال الشوكولا كتزين كتبقى اختياري. بعد ما درت من فوق منها لي بيبي ديال الشوكولا دابا غادي ندخلها للفران بارد وغادي نقلب بواحد الطاوه باش ما تجيش فوق العافيه نيشان. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه من بعد ما كطيب. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. الى عجبكم ديروا ليه لايك وما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب ديال شيف مريم باش يوصلكم الجديد.